مازال يخبئها. شوفني يا خليني اعلنها الان مباشره، اقسم بالله اذا ربحت ريال مدريد مانشستر سيتي في المباراتين الذهاب والاياب وطلعت ريال مدريد على مانشستر سيتي، يا ما نزيد نتبع كره القدم نهائيا الا المحليين هذه في الجزائر نهائيا. عاود 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 عاود. اذا كان ربحت ريال مدريد مانشستر سيتي ومرت للنصف النهائي النهائي راح يكون يا اخي نوعدكم وعد شرف، اذا المره هذه ما فاتني وعدت وعاود رجع درت في كلامي، يقول لك الراجل يدور مره واحده في كلامه، اذا ريال مدريد هزمت مانشستر سيتي في المباراتين وطلعت للنهائي دوري ابطال اوروبا شرط في المباراتين حبيت المباراتين لان لا شوف مباراتين ظن السيتي باش تربح الماتش الجاي، لكن ديما تخوفي من ريال مدريد انه يعود. اذا ربحت ريال مدريد وتاهلت عن مانشستر سيتي ساعتزل نهائيا متابعه كره القدم، لا البارسا ولا ميسي ولا هم يحزنون. لا تكون متطرفا يا كمال وحده ومزت مضروب من العام اللي فات ومد عليهم الثانيه اشفق عليك انك تعلي براحتك والله لازمك تسمت الايام من الان مزت الصدمه تاع مانشستر سيتي الدقيقه 88 نعم. رابحين نعم. وترجع والله ضربه يا وزيد عزيز وابراهيم زادوا كونه اللي جاب له الحوش فجعوا الدار ودارت مشكله وجوني هزوني كنت معروض في عرس وخرجوني ولبسوني 2 ريال بهدلونا. فالمره هذه اذا طلعت الريال انتظرها 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 نكمل في أسئلة.